مساكم الله بالخير وحياكم الله بداية حلقة جديدة من برنامجكم أكشن مع وليد على MBC أكشن وإذاعة MBC FM. اعتلى الشباب بصدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه اليوم على الرائد. وقبل الحلقة أقول لجمال عارف الشباب يتصدر، قال يهين نشوف بكرة. هذا طبعا جمال يقول مو بأنا، فبالتالي نشوف بكرة إيش بيصير في مباراة الاتحاد مع الطائي اللي حتى الآن 33,000 متفرج اشتروا التذاكر. شكلها المباراة بتصير مباراة جماهيرية من العيار الثقيل. مباراة اليوم الثانية اللي جمعت الفتح مع ضمك، هذا مهرجان وأهداف 5-5. فيها أخطاء دفاعية لكن مو كذا نقول إنها مباراة مع كامل احترام للإخوان طبعاً. هذا رأيهم. لكن أنا ما أبغى يعني أسطح هذه المباراة وأقول إنها مباراة عشوائية، لا، فيها نهج هجومي، فيها تكتيك، فيها رغبة، فيها حماس، فيها روح، وهذا الشيء الحقيقة اللي نحن نتمناه. وهذا هو دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد السبعة الأجانب. يا ابوي احلى تحيه احلى تحيه للشباب متصدر الدوري. ما اقدر اوقف الا بالطريقه هاي. نبدا الحلقه بالعناوين. الشباب يقفز الى صداره الدوري، هزم الرائد ويترقب الاتحاد، وجمهور العميد يشتري 33,000 تذكرة لعودة الصدارة عبر الطائي. أم التعادلات بين الفتح وضمك، 10 أهداف تاريخية في الدوري. النصر وصل جدة ويقابل الأهلي بموقعة أكون أو لا أكون بملعب الفيصل. الهلال يخرج من أجواء الأسيوية ويتجهز لمقابلة أبها الأحد المقبل. 200,000 ريال من وزارة الرياضة لكل لاعب بالهلال بعد الأسيوية. الدوري النسائي يدخل جولته الثانية والفوارق الفنية بينهم كبيرة. التعاون يقابل الفيحاء في مباراة لا تتحمل أي هزيمة أو تفريط. رابطة الدوري المصري تمنع 349 مشجعا أهلاويا من المدرجات. واحد أزرين الهلال بطل أبطال آسيا. لا 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 لازم أصحي النايمين يا ناس يا عالم. العالمية سعد القوية والهلال بطل آسيا. اصحوا من نومكم ولا خلكم نايمين. يما ترى هلال بطل آسيا وهم نايمين. خليهم نايمين. الهلال فخر أندية السعودية والعالمية سعد القوية. يعني اقول لك خالد السعود ما باركت للهلال. انت استنى، انت ليش ما يقول خالد السعود انت هو اللي فتح موضوع الحارس وانت اللي فتحت موضوع ما باركت للهلال. انت سهل الهلال البطوله الثامنه، 8 زعيم اسيا، بطوله استحقها الهلال. والهلال ترى على فكره ما يحتاج ان احد يتكلم، لكن بعض الناس يحاولوا يصغروا في او يقللوا من الانديه، يعني من الاتحاد. يعني يجيك واحد ما شاء الله تبارك الله، انت فتحت الموضوع دحين، ها يجيك واحد يتكلم يقول البطوله المحترفين من 2009. لا 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 لا، في مو واحد، كل واحد 10 10 10 في 10 مليون غيرهم. لا لا ايوه انا اقول شيء، انا اقول شيء في الهلال، انا قللت من الهلال ولا قلت انه الهلال مو فريق؟ لا، فريق بطل. والكلام هذا ترى على فكره ما في نوع من المجامله، انا قلته من زمان. الهلال فريق بطل، فريق يشرفك. البطولة رقم كم؟ ما يشبع الهلال؟ يعني الحمد لله الله يزيد عدد البطولات، لكن أنا متأكد أنه إدارة الأخ فهد بن نافل، الجهاز الفني، اللاعبين يبدأون استعدادهم من بكرة إن شاء الله. فرحوا اليوم وفرحوا البارح، بكرة إن شاء الله يبدأ الاستعداد للمباريات القادمة. الهلال إلى كأس العالم للأندية، هل هي مشاركة تشريفية ولا حتكون سباق للحصول على مركز؟ يعني المشاركة اللي فاتت 2019 الحمد لله حقق نتائج طيبة. الهلال هتلعب مع فرق كبيرة، نأمل إن شاء الله بتقديم مستويات طيبة ترضي جماهيره. بالنسبة للرقم كم؟
والله يوفقنا في هال خلينا نقول هالعنوان اللي خص يعني خص له الهلاليين. اتمنى انها ما تنتهي يعني الى ما لا نهايه على قولتهم. ابو بدر مساء البارح يقول الهلال اصعب واقوى، تتفق؟ باذن الله دائما مع باحترامه لخصومه ومنافسينه. الله يطول عمر، انا ما بالغ ان قلت يا بختنا يا الهلاليين وحظنا فعلا توفيق الله سبحانه وتعالى ان الله رزقنا بادارات متتاليه تعمل لكي تكمل عمل بعض. مبروك، ليله تاريخيه، ايش تقول للهلال الان؟ نقول كلنا اليوم هلاليين رفع راس المملكه والله العظيم. شيء بلقائكم وتحياتي للاستاذ وليد الفراج، حقيقه اتمنى ان شاء الله انه يستمر فوز الهلال باستمرار، لاني حقيقه انا محب نادي الهلال. شعورك في هذه الليله؟ والله شعور الانسان الوطني اللي محتفي بانجازات احدى انجازات وطنه الكبير اللي هي تاهل نادي الاسيويه وتاهل الهلال للاسيويه، وهذا تاهل المملكه، تاهلنا كلنا للاسيويه.